وضعية السجون أنا مش نعطي وضع القراءات والتقارير اللي تصدرها الدولة قبل ما نعرف نعطي موقف الرد. اليوم أهم ملاحظة ما يميز السجون حسب وزارة العدل هي نسبة الاكتفاء. احنا تقرير في جمعتين الاخرانيين من شهر أوت هذا سجلنا نسبة الارتفاع من 170% حتى 320% في سخانة، في بيوت وهندسة عمرها ما كانت بنائات معدة للسجون، في وضع فيه وصل 320 في درجات سخانة احنا البرة في 45 و 43، معناها زيد 10 درجات داخل الغرف السجنية. هالاكتظاظ هذا تقريب نجم نحكو عليه كان واقع لا إنسان. في ظاهرة الاكتظاظ هو واقع، لو ما عاش نحكو على ظاهرة لأنه واقع اللي نسجلو فيه يومين كراتة أثناء الزيارات نتاعنا. والاكتظاظ يضرب كل الحقوق، ينتهك كل الحقوق اللي يتمتع بها السجين. ما عاش نحكو على تعزيز الحقوق، ما فما حتى حق معزز داخل السجون الجنسية انطلاقا من نسبة الاكتظاظ هذا 170 200 220 250. هذا تقريبا الملاحظة العامة اللي احنا متفقين معها مع وزارة العدل ومتفقين مع كل سجين يخدم ولا كل جمعية ترصد في واقع السجون في تونس. واقع حق الصحة حق منتهك، واليوم وصلنا نسجل في مواعيد طبية تقريبا لجوان وجويلية 2025 في العمليات في اليارين، ولا اليارينات اليارين يجيبوه من المناطق الداخلية لسوسة يعملوا له نقلة لسوسة باش ياخذ موعد قريب يحولوه للسجن المدني بالمسعدين، يكون موجود في تطاوين في قبلي في جيبس، يعملوا له نقلة للسجن المدني بالمسعدين باش يحاول ياخذ موعد رونديفو. خلف الزيارات وخلف الساحة الحق وفي الاتصال بالفضاء الخارجي كل الحقوق منتهكة نتيجة الاكتظاظ. ثانيا ما لاحظناه تقريبا من بداية العطلة القضائية من 15 جويلية ارتفاع وتيرة إصدار بطاقات الإيداع، شيء ملحوظ وهو اللي لاحظناه في جمعتين الأخرين نسبة الاكتظاظ راجع لإصدار بطاقات الإيداع. اليوم النيابة العمومية قضاة التحقيق ما غير ما يطلع الملف ما يوسعش باله أصدر بطاقة إيداع وخلي حالة التعيين جزء. واللي لاحظناه تقريبا 85% من اللي يقع إيداعهم نهار الخميس وجمعة وسبت في أول جلسة يخرج. إذن علاش هذا التكلفة الذاتية؟ ثانيا علاش الوضع هذا الكل لا إنساني؟ علاش نجم تفادوه؟ أعمى عندك إجراءات خلي في حال صراحي لأين تثبت عليه الإدانة وقتها. أحنا لا القضاة والنيابة العمومية سهولة عندهم إصدار بطاقة الإيداع. زوز عوامل، اولا لانه قضاة التحقيق والنيابه العموميه كانت تجربه فريده تعملت تقريبا كما خلنتيش الذاكره في 2019 مع مكتب المصاحبه في سوسه ومع وكيل عام وقتها في سوسه، خذا يوم زياره للوكلاء الجمهوريه وقضاة التحقيق الزياره نهار كامل في السجن. هاو السجن اللي انت تصدر فيه بطاقه الايداع على الشخص هذاك، شوف ظروفه باش كي تعرف وين تصدر. خاطر اغلبيه قضاة التحقيق اليوم ولا مساعدين كل الجمهوريه ما يعرفوش السجن، ما زاروش. يعرفوا السجن كعلى مستوى الورق موجوده مراكز لايداع المحكومين ولا ايداع الموقوفين فيه، ما يعرفوش الوضع لا انساني الموجودين فيه. لاحظنا احنا كرابطه وقتها كانت التجربه فريده بين الزياره وما بعد الزياره قلت اصدار بطاقات الايداع. بعد الحركة القضائية بتبيع تتغير جي قضاة جدد ونيابة جديدة نرجع إلى ثانيا غياب المجلة إصدار المجلة الجزائية اللي تأخرت كثيرا من 2019 اليوم، واللي كان فيها خطوات الحقيقة كربطة. فمنها الخطوة الأولى إنه فما عقوبات ما تستوجبش لإيداع بالسجن، تستوجب خطية مالية. ثانيا العقوبات البديلة، كانت عندنا تجربة فريدة وقع تعميم هديت في سوسة، وقع تعميم على 11 محكمة استئناف هي مكاتب المصاحبة، ولكن ما عندهاش نص قانوني اطر. لكن التجربه هذه اعطت الفاعليه نتاعها ونسبه العوده وصلت حتى 0.2% تقريبا نسبه العوده، واعطت ثمار نتاعها. ربحت الدوله، ربحت الادماج اللي نحكوا عليه في المجله الجزائيه في هدف من اهداف السجون هو اعاده الادماج اللي هو ما قامش به السجون. لكن التجربه هذه اضافه للعقوبات البديله البراسلي وغيرها اليوم نعتبره زاد جزء اخر. فين الاراده؟ الإرادة اليوم ما تطلبش إمكانيات. اليوم فما ميزانية موجودة وزارة العدل البراسلية للسوار الإلكتروني موجود،
وموجودة تقريبا ميزانية كاملة مرصودة. المجلة الجزائرية تقريبا حكومة 2019 نسخة أولى ونسخة ثانية للمجلة وللإجراءات الجزائية، زوز عملت لجنة وموجودة. يقول القائل مال علاش؟ الحقيقة هي الإرادة السياسية، وحتى كما قلنا نحكيو شوية هو بالمنطق الانتهازي السياسي تتحسب ليك اليوم أهم مرة. لو تنحي الاكتظاظ وقادر تعالج الاكتظاظ ما غير تكلف، تعالجها بإصدار المجلة الجزائية، تعالجها بمراجعة العقوبات المستوجبة في السجن. الوضعية العامة تهمهم الزوز، أجنحة النساء ولا السجن النساء، خاطر فما السجون فيها أجنحة للنساء وفما السجن كما سجن المنوبة هو السجن النساء، لكن الوضعية هي وضعية مشتركة للجنسية، ما فهمش حتى تمييز، بالعكس تلقى أن المرأة تعاني أكثر في تعرف في الاكتظاظ. المرأة والمساحة الأنتيم بتاع المرأة مشي كما الرجل، مع الاكتظاظ تولي هناك تأثير أكثر حتى في نفسية المرأة، حتى في نهار آخر الإحاطة بعد الخروج ما فهمش. وهذا علاش معاناة الزوز يعاني ولكن المرأة بدرجة أكثر. احنا باش من الرابط عمرنا نصدر موقف انتباهي، لذلك بالعكس احنا في ايديولوجيين مختلفين مع عديد الموقفين السياسيين، ما احنا كي نرصدوا في حق، هل أنه الحق هذا منتهك؟ وهل أنه السجين من حقه يتمتع بحقوق؟ نعم السجين يتمتع بحقوق، ولكن الحالات اللي رصدناهم مش وكان الرابط المؤشرات لكل بناء فما استهداف الموقفين السياسيا بصفته، مش في شخصه وبصفته موقف سياسي، فما معاملة تنقص من حقوقه وتضرب الحقوق. الحقيقة اليوم الإدارة والسلطة التنفيذية تتعامل مع القوانين كوسيلة للقمع مش كوسيلة لتحقيق النتيجة ولضمان الحقوق. الموقوفين السياسيين كلهم تعرضوا للمعاناة، وهذه مؤشرات قالته كل ما يهتم بالشأن واقع السجون كما الهيئة الوطنية لوقاية من التعذيب، كما المراقبين الدوليين، كما لجنة الدفاع على الموقوفين، كما عائلات الموقوفين مشتركين في التوصيف هذا أنه فما معاملة سوء المعاملة مع الموقوفين السياسيين. Thank you.